زين، تعليقك على نقطة الدكتور نزار أننا الآن في أسوأ مراحل العملية السياسية. إيه هو يراها؟ لا، أنا أريد جوابك. أنا أقول لك هو يراها لأنه خارج العملية السياسية الداخلية. إحنا من برا مو مثل من الداخل. اليوم حتى اللي هو خارج أسوار العراق ينظر إلى العملية مو مثل ما إحنا نشوفها هنا. أنا بالداخل دا أشوفها همين. أنت هذا رأيك، هسه رأيك إلك لنفسك، وهاي ثالث مرة تقاطعني. ورأيك كملك. ثالث مرة تقاطعني. يعني هيك إيه، بس ما راح داخل العملية السياسية اسمع آراء. اسمع ما يخالف عزيزي، هسه أنا ما أدري. هو أحبك ملاحظاتك. ما عندي لا داخل وياي، في حين هو من كان يحكي ما داخل، سجلت ملاحظات بعد ما أتم حديثه. ثبت ملاحظاتك. أتم حديثه سولفت. ما قاطعته. العملية السياسية اليوم مو بس تحملونا تحملونا. ما تحملونا. ثبت ملاحظاتك. لا لازم تتحمل. حتى هو رأيك. ليش ما مجبور تتحمل؟ لا ما مجبور أتحمل. ليش ما مجبور؟ أنت ما جاي مكاني. أستاذ وائل، أستاذ وائل. ثبت ملاحظاتك، ثبت ملاحظاتك، خليه يكمل وجهة نظره. أستاذ وائل. على أساس رأيك اللي يقدم. لا 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 شخص. أنت رأيك. أستاذ وائل. أستاذ وائل. أستاذ وائل. رأيك شيء يقدم. لا هذا مو الحوار هيك بهي الطريقة. لا 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 أرجوك. أرجوك. احتراما للمشاهد. احتراما للمشاهد. دقيقة الحوار بهذه الطريقة. لا استاذ وائل، لا ارجوك انهي البرنامج ارجوك. استاذ وائل ما اقبل من سحابه. استاذ وائل انا اتحدث وياك. استاذ وائل مو صحيح، ماكو شيء يستوجب الانسحاب. الكلام بهذه الطريقة، احنا جايين نحكي بقضية ما يستوجب الانسحاب. انا جاي اتحدث وياك. كمل ارجوك. استاذ وائل حكي مو سياسي. مو صحيح. استاذ وائل انا هسه جاي اسولف وياك باحترام، لان محترم القناة ومحترم الجمهور. دقيقة محترم الجمهور ومحترم. مو صحيح يا عزيزي. استاذ وائل لا ما تريد تسولف الله محمد عليك. مو صحيح. استاذ كرم، انت استاذ كرم. ارجوك.